بغيت نتكلم على دوك الشيرات اللي عندهم طموح واهداف، وما على باليش انايا هذوك الشابات اللي تربح الباك تدخل للجامعه، بعكس الراجل المراه عندها هرمون السعاده طالعه شويه، تدخل للجامعه تدخل فرحانه سعيده، تبقى خفيفه بزاف، تخفيف على اللي كانت، وعقلها شغل يكبر ب50% ديريكت. كاع هنايا يبدأ طموحها أحلامها تكبر وتتوسع. أنت شو تقول؟ يقول لك ودي لازم أنا نكمل قرايتي، هذه بريمير راني بجامعة، كمل قرايتي سيارة لك شعرين واضر أكون فاهمين موسيقى تحواس، معناتها نعيش حياتي. يجيها بالمي تخطاب الأول لاباس به، منه ويبغيها أو ما فيهاش، علاش ما تزوجيش بيا؟ ما فيهاش، ما انا اللي باغي نعيش حياتي وما نكذبش عليك، انت درك انا كنت نتزوج في هذا اللاج بين باللي قرايتي وتبطلها لي، تبلع عليا طموحاتي واحلامي، تحطم لي كاع كل شيء وما درت والو في حياتي، وانا علاش قريت وعلاش باش نتزوج ونقعد في الدار؟ ما فيهاش. هي صح يا خالتي، كاين بعض الرجال داو نساء ما شاء الله كل ورده داوهم وذبلت هذيك الورده وراح اللي فيه تاعها وطموح تاعها واحلامها، وكاين بعض الرجال ما شاء الله داو نساء اللي كيلاسيد ذبلوا هذوك الرجاله وخسروا لهم حياتهم اكسيتيرا، وندم على الزواج اللي زوجوا. ولكن احنا ما نقيسوش لي زيكزومبل كاع على هذا النوعان، كل واحد وربي شركته. نكملوا مع القصة تاع لافي اللي كنا نهضروا عليها، هذوك الشيرات اللي قلت لك باغيه هرمون السعاده طلع لها وباغيه تعيش حياتها وما بغاش تتزوج، جاها مكتوبها ما بغاتش. ليسونسييل العام الاول في الجامعات، يفوت العام الزواج العام الثالث العام الرابع، تجيها لا سوتونس التاب لا نافيت، يقتلها الحافر، المشي معناتها طموحها واحلامها حبسو، تسمع واحد القصص باللي فلانه كملت وراهي قاعده، تسمع فاني باللي فلانه وديما ما فيهاش كبرت وما تزوجت. المورال هنا يبدا يطيح لها، كي تيح لها المورال اخوتي خليني غير نكمل، تنقص تولي تخمم طلع تهبط، الشبوب تاعها هذيك الورده كانت مزهره كانت شابه، تولي تنقص شويه، تكمل قرايتها العام الاول، تكمل قرايتها معاها ديريكت تكمل فشلانه. من بعدها تولي تقول لك اودي انا ما الخدمه ما تصيبش خدمه، تعيا تجري الدوسيات لي كونكور منها طلعت هبط العام الاول ما صابتش خدمه. هو تفكر لي زوكاز هذوك اللي جاوها، لي زوكازيون كاع اللي جاوها باللي واحد ما يزوج بها ولا باس بهم انه طاب طاب، تبدا ترجع للماضي تسيبهم الناس اللي بغاو يزوجوا بها، خلاص كانوا باغيينها قبل ما تدخل الجامعه، كون فاهمين قبل ما تزيد تتوغل في الجامعه باغينها هكا كيما كانت ورده ومفتحه. من بعدها تقول هو انا ما طبتش ندير لوطو باينه بلي مانيش خدامه العام فات ما درتش لوطو، ندبر واحد عنده لوطو راك فاهم، تولي هكا تقارع كاش اوكازيون يجيها واحد لاباس به عنده لوطو تقبل به ما يجيهاش. من بعدها يفوت العام هذاك عامين بعد لا سوتونس عامين بعد اللي كملت قرايتها ما كاش، قرا تقول لك ودي واحد غير ساكن وحده معليش، هذا 3 سنين ما جاهاش واحد ساكن وحده، كاع اللي جوا مع عائلاتهم وفقراء مساكين وما عندهمش، يتحطم الطموح، يروح الامل، يروح ذاك الزهور، يروح ذيك الفتنه اللي كانت تروح. من بعدها تقول لك ودي كون يجيب لي ربي غير واحد وصايي، ويدخل على الشك يدخل على الشوك يدخل على صوالح بزاف في حياتها على هذه. من بعدها تقول لك ابدي ليسونسيال واحد وصايي، نحكي لكم هذه القصه ما تزحفوش مني يا خوتي، قال لك وحده يا خوتي كي نحكي قصة ماشي راني على كاع راكم فاهمين، حكاية وخلاص باش نضحكو ماشي كل يوم في السيريو، راكم نكملكم ليستوار. قالك وحدة بغات تزوج وكبرت اكسيتيرا وليسونسيال باغية تزوج وما كتبش المكتوب، جاتها صاحبتها قالت لها كاين راجل راه باغي يتزوج، قالت لها نتزوج هي جيبيه لي، بصح قالت لها ودي شوية كرعيه شوية مكسرة كرية عوجة شوية ودي قالت لها غير جيبيه وانا بنسطر به وانا بنزوج به. هذه خوتي بغينا نضحكوا برك مع بعض ماشي كل يوم في سيريو، بارك الله فيكم. لازم الانسان ما يفقدش الامل، صح لازم الانسان يكون عنده طموح، لازم يكون عنده انسان امل في هذه الدنيا ما يقطعش الياس، وسبحان الله الزواج رزق يا اختي، ما يتحلك لا مورال، ما تقولي لا 26 لا 30 لا 36 لا، الزواج هذا رزق، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، وما تموتيش حتى يجيك رزقك صاي، ويجيك في الوقت اللي كتبه لك الله عز وجل. ممكن أقداركم المتأخرة
خير من أقدارهم المتقدمة. وفهموا كما بغيتوا أخابتي، وبارك الله فيكم أخابتي، نتلقاو في قصة جديدة وفي موضوع جديد، ونتمنى الناس تتوعى. والناس إذا يقول لك إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إذا جاك إنسان متواضع وعقليته شابة ومدين وكسيتيرا قد وقد روحه بين بلي قبلي به وربي شركة بلك تعيش حياتك وتعيشها بالفطنة تاعك وبعقلك وبالستر وبصوالح بزاف. وبارك الله فيكم، تلقاو في فيديو آخر إن شاء الله. تحياتنا، دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.